انه مثلا التيار الديمقراطي، انا نحب نركز على التيار الديمقراطي لانه هو اثر يعني ضجة كبيرة مؤخرا. التصريحات الكل اللي قالها انه القرآن موروث ثقافي قديم، وانه علوية الدستور وعلوية الاتفاقات الدولية تأتي قبل علوية القرآن، ونحن مسلمين والقرآن في قلوبنا، ولكن عندنا احنا اتفقنا على الدستور، وكل هذه الكلمات الكفرية. لا، هذا الكل تم قوله قبل انتخابات 2019، لكن للأسف عدد كبير من التوانسة والمسلمين صوتوا لحزب التيار الديمقراطي لأنه رأوا فيه أنه يريد المحاسبة وأنه صارم، لأنه وجدوا فيه ما افتقدوه في حركة النهضة. حركة النهضة لم تكن صارمة، لم تحاسب النظام البائد، بل تحالفت مع جزء منهم وكانت يعني متساهلة جدا، وسموها بأيادي المرتعشة. فالتونسي يعني هنا البوصلة متاعه، البوصلة التي يرى بها، البوصلة أنا أرى فيها خلل. أنا حسب تقديري لو أنا أمام حزبين، مثلا حزب لا يعادي الدين لكنه ضعيف ولا يحاسب وليس له يعني قوة صارمة، وحزب آخر يعادي الدين لكنه سيحاسب وله قوة صارمة وحاسم وهكذا، فأنا كمسلم سأختار، مضطرا سأختار الذي لا يعادي الدين. ولكن اليوم وأنا راجع في أفكاري أنه في قول يقول خير من استأجرت القوي الأمين. فلو يا شيخ شكري تعطينا توضيح، يعني مثلا لو الإنسان المسلم في تونس يوضع بين هكذا خيارين، فما هو الأصلح؟ يعني الدين بطبيعة الحال أنا حسب رأيي يعني الدين هو لديه، هو يكون له الاعتبار الأول والأخير، لكن الناس تتفاعل قبل عاطفيا كل شيء مع وفوق كل شيء. طبعا اخي كما كلامك يعني سؤال جميل وجيد. طبعا احنا ديننا فوق كل شيء، قلت لك ديننا فوق كل شيء وقبل نعم. كل شيء، ونحن بلا دين لا نساوي شيئا، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: لقد عزنا الله سبحانه وتعالى بهذا الدين، ولذلك امتنا لما ابتغت العزة في غير دين الله انظر اصبحنا في ذيل الامم، نعم. اصبحنا متخلفين، أصبحنا لا قيمة لنا بين في سوق الأمم وسوق الحضارات. إذن ديننا فوق كل شيء وقبل كل شيء، والمرء يموت لأجل دينه، يموت لأجل دينه ولأجل معتقده، ولا نفرط في ديننا لأي سبب من الأسباب. أما حزب التيار فلا، كأنما هو شعار رفعه للضحك على ذقون التونسيين، وقد فضحه الله سبحانه وتعالى، فهو لا يحارب الفساد بل هو حزب فاسد، حزب يعني إنما أراد أن يضحك كما قلت لك على التونسيين من خلال رفع هذه الشعارات، من خلال رفع الفساد، محاربة الفساد و و و و ألا هذا عبو لم يكن هو وزير؟ ماذا فعل؟ لم يفعل شيئا. بل هؤلاء يا أخي العب والتيار هو تيار يساري، عليك أن تعلم عب كان سببا في تشتتي وفي تمزقي وفي تشتتي وفي تشرذمي حزب المؤتمر الذي كان على رأسه الدكتور المرزوقي. إذن هؤلاء إنما هم هؤلاء يتاجرون، هم أحيانا يتهمون النهضة ويقولون أنتم تتاجرون بالدين، هؤلاء كذلك يتاجرون بأنواع أخرى من التجارة، والتجارات كثيرة يعني من نفع يتاجر. أما النهضة صحيح أنا معك أنها أخطأت، ولكن هذا أنا لا أقول، لكنها أحيانا إكراهات سياسية واجتهادات، أحيانا تعرف أنك الآن أنت في ظل محيط إقليمي ودولي وعربي يحارب الإسلام، ما يسمى بالإسلام السياسي، فلا بد أنت أن تسلك هذا المسلك، وأنك تمشي على في حقل، في حقل مليء بالألغام، في كل نعم يعني أنت تنتظر أن يفجر عليك لغم في أي لحظة وفي أي وقت. نعم لذلك أنا أرى أنها اجتهادات، أنا لا أوافق هذه الاجتهادات، وقد قلت وكتبت وخالفتهم في هذا الاجتهاد، ولكن في النهاية هذه اجتهادات سياسية بشرية تخضع للمصالح وللإكراهات ولمجموعة من الأشياء. أما يعني أقول لك يعني أما أن يكون يعني فيه شخص لا يعادي الدين ولكنه ضعيف مع شخص يعادي الدين، أنا أختار ذلك الضعيف الذي لا يعادي الدين على ذلك القوي والذي يعادي الدين، لأننا عشنا سنوات طويلة لأولئك الذين كانوا يتظاهرون بالقوة
وكانوا يتظاهرون بأنهم يحمون البلاد وبأنهم، ولكنهم كانوا يحاربون الدين. فرأينا كيف وقع اغتصاب النساء وقتل الرجال والتشريد و و و و فلا نريد إلى أن نعود إلى هذه الحقبة السوداء ولهذه المرحلة التاريخية المظلمة في تاريخ تونس، ولا نريد أن نلمع الاستبداد بحجة أنا من أجل القوة والأمل. لا يا أخي، لا لا، الدين قبل كل شيء. وربما المرء يعيش، قد يتضور المرء جوعا، ولكنه يحتفظ بكرامته وبإنسانيته التي افتقدها خلال سنوات طويلة في عهد بن علي وفي عهد بورقيبة. إذن الحزب التيار هذا التتار نسميه كما قلت لك، لا هو بالقوي ولا هو بالأمين، بل هو يتاجر. ورأينا في التسجيلات وفي التسريبات هذه كيف كان يبيع ويشري، فهمت، ويقايض الناس ومن أجل التفكيك. أنا لقد فكك، لا يريد أن يسيطر. لأن أقول لك، لما حمادي جبالي، سأعود لك، حمادي جبالي لما أراد، يعني لماذا استقال محمد عبو في حكومة جبالي؟ استقال، ليس كذلك؟ كان وزيرا، نعم، واستقال. ماذا أراد؟ عود إلى تسجيل جبالي، قال أراد أن تكون له سلطة فوق سلطة رئيس الحكومة، قال أنه يتحكم في الأشياء. ولذلك قال الملفات التي جاءت في التسريب، ملفات 80 ملفا، ملفات النهضة، السيفيات، هذه السيرة الذاتية لهؤلاء، نعم، الذين رشحتهم النهضة، يعني خرقوها ومزقوها وألقوا بها في سلة المهملات. إذن حماد اسمه هذا محمد عبو يريد الهيمنة، يريد السيطرة، وقد افتضح أمرهم وفضحهم الله سبحانه وتعالى على الأشهاد، وأصبحوا أضحوكة للتونسيين. وكما قلت لك، هؤلاء يعني سنراهم في الانتخابات المقبلة كم سينتخبهم من التونسيين. وقد استوعب التونسيون يبدو الدرس مهما حاول أن يضحك عليهم هؤلاء.